لنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا والعود أحمد، حللنا أهل ووطأنا سهلا. نعود إليكم من جديد من خلال هذا المباشر كالعادة، إثبات الحضور لأننا آمنا بقضية، والإيمان هو من يقوي عزيمتنا يخلينا يوميا متواجدين بدون انقطاع بدون توقف. الآن وبعد يعني قراءة متأنية للأحداث اللي وقعت مؤخرا والاحتجاجات اللي قلت لكم راهم غادي يرجعوا، راهم موجودين ويبداو يحلوا الدكاكين ديالهم، ويعني كل واحد يعرض البضاعة ديالو. فعلا غادي يركبوا على كل واحد، وعلاش غادي يركب مظلومية ديالو، يبداو يتباكاو إلى آخره، وهما كل واحد دير تيبشخي والديب تحت الكفة كما العادة. وقلت لكم بأنهم تاني غيركبوا على القضية الفلسطينية إلى آخره، كما ركبوا عليها منذ سنة، منذ 7 أكتوبر إلى الآن. إذا خلال واحد المباشر غنوضح لكم الأمور وكيفاش تيخترقوا التنسيقيات وتيوجدوهم باش مني يعني يحتاجوهم مثل هذه المسيرات اللي دارت يكونوا واجدين. وغادي نهضروا على الأسباب والمسببات ديال هذه المسيرة اللي كانت الأمس، وشنو هي المسائل الناس اللي وراها. فهي لجينا نشوفوا بعد سنة من قضية اللي داروا ديال حرب، ما شنا حتى شي حرب، لأن حرب خص تكون حرب متكافئة، ديال 7 أكتوبر اللي سموه طوفان الأقصى، بل هو بالنسبة لنا كان ضربة مزلزلة قضت على غزة وشردت أهلها وقتلت الآلاف وشردتهم إلى آخره وجوعتهم. ما تنعرفوش حنا شي واحد يكون عاقل أنه يغامر بالشعب ديالو مقابل أجندات لكي يحققها. نشوفوا حنا غير قبل أسبوع أسبوعين قبل من 7 أكتوبر، من هذاك داكشي اللي غادي يدخلوا حماس وغيدخل به السنوار وغادي يديروا هذاك الشيء اللي غادي يكون هو الحجة وهي الركيزة والشماعة اللي غادي يعطيها نتنياهو باش يعني يقاد يسوي يعني عاليها بسافلها، عاليها بسافلها. المهم أسبوعين قبل نتنياهو كان عرض ديك الخريطة ديال الخريطة في الجمعية ديال مجلس يعني الأمم المتحدة، كان عرض هذيك الخريطة اللي كان عرضها مؤخرا لتتبين أنه الضفة وغزة وسوريا ولبنان والعراق إلى آخره. إذا هذه راه عرضها قبل أسبوعين قبل ما تكون هناك 7 أكتوبر. إذا هنا تنحط واحد علامة استفهام، علامة استفهام كيفاش دخلوا ديك السهولة إلى آخره إلى آخره. إذا هنا تتوضع بالداخل علامة استفهام اللي هي اللي كانت يعني حجة يعني اللي تبنات عليها باش خربوا دخلوا الغزة هدموها عاليها عن سافلها، بعد ما كانوا الناس يعيشوا على خير وبخير بأمن وأمان وكانت الأمور مقادة. راكم شتوها كي دارت ناهيك عن الآن دخلوا تاني لغزة لبنان، هما بداو تاني خدامين في لبنان، والقادة كلهم ديال هداك الحزب اللي قال لك حزب اللات، هداك حزب اللات اللي تاهم سووا لهم كل شيء ديالهم، قضوا على جميع القادة الكبار ديالهم إلى آخره، اللي هز الراس تحيدوه كلهم. حماس هذوك راه دايرين أنفاق تيتخباو لتحت، الناس نخليهم لفوق. مو تلاقاو مع المصير ديالهم. الآن المسيرة اللي كاينة غدا اللي كانت دازت البارح،
هذه كنشوفها أنا استجابة للنداء اللي كان نادى به مشعل، خالد مشعل. خالد مشعل اللي عايشين هما على خير وبخير برا، وحتى هانية اللي توفى اللي هو تقتل في ذاك، هو راه من 2016 و تيعيش في قطر. السنوار راه رجع دارها ودخل تحت الغار، دخلوا للغيران دوك راه تيتفاوض باش يخرج برا، خلي الناس تدبر راسهم. هادو جايبين هنا، جايبين لنا حنا باش يديروا لنا هنا يعني الهم الكحل، شعارات الرنانة. هما راه عندهم أجندة باينة، كان خالد مشعل نادى فهم يلبون. إذا أمس مني شفت أنايا دوك اللي هازين هانية، الصور ديال هانية وديال نصرلات، يبان أن كاينين جوج، كاين المرشد ديال الإخوان وكاين ولاية الفقيه، هادو جوج. إذا راكم شفتوا كيفاش كانت ناجحة اليوم وكيفاش جاو، وحتى هادوك اللي كانوا يعني في مطالب ديال التعليم ولا في قطاعات أخرى كانوا في تنسيقية تام، ولا جابوا ديولهم باش يعمروا الساحة، شعارات رنانة وهزين صور ديال واحد لا الدين ديالو ماشي هو الدين ديالنا اصلا. حنا تنشوفوا الائمه اش تيقولوا، لا الدين ديالهم ماشي ديننا. جزار بامتياز لما نعاودوا، امبراطور ديال المخدرات، شغل القنوات، داروا منهم ابطال. علاش؟ لان المشكله اللي قلت لكم كاين اللي تيكونوا عندهم ولاء لتنظيمات عالميه، راه ما تيعقلش لك على المواطنه ديال البلاد ديالك واللي يدفع بها الفوضى وداك. هادو تيصدروا الفوضى، هادو تيصدروا الفوضى. واحد عدو ديالك تيسلح جميع التنظيمات، ومنهم التنظيم المعادي لنا ديال البوليزاريو، مولوا بالسلاح بالفلوس يعني بالتدريب الى اخره. المجازر اللي سواها من نهار جاء من 92، مجازر خرب بلاده. هو اصلا انه عنده الولاء ديال الخميني، الولاء المطلق ديال ايران، مخالب ايران في المنطقه من اجل الايهاء والتشويش على الماء داك على الكيان، وميم طون من اجل يعني الحفاظ على المصالح ديال ايران والمد الصفر. ومن الاخوانيين داروا يدهم في ايد يعني في ايد هاد الصفويين هاد الروافد، راكم شفتوهم ولا عندهم نفس النهج. راكم شفتو التعزيه اللي قدمها ديك النهار يعني الامين العام السابق لحزب العداله، ونفس ذاك اللي الصحفي اللي مشى عنده، الصحفي اللي مشى عنده اللي في راسكم، اللي في عف 3 سنين ولا تا هو تيضرب المليار، ولا عنده الملايين ديال الملايين، بوركوا با كون ولا ملياردير. رجع ميني جا من عنده ولا عنده نفس النهج بحال الامين العام السابق للعداله، في حين كانوا كل ما المش مع الغار. ولكن راه انتم عارفين ان اللي عنده وكاله صحفيه راه تقلب على البينغا شيف دافير. اذا انت تكون في واحد المباشر اللي غادي ما بغيش نقول شي حوايج اون ديتاي، هذه هي المسائل اللي غادي نقولوا، غادي نهضروا اون ديتاي على هادشي وبالمكشوف. هذا الشيء اللي شفتوا هذه المسيره فهي استجابه للإخوانيين، للمرشد، مرشد الإخوان.
ولي خالد مشعل اللي هما مقادين، يقول لك تطبيع تطبيع، وهما اللي داروا التطبيع، ومن دار التطبيع ما مخرجوش بها الكثافة. والتطبيع هذيك اللي هما جالسين عندهم، اللي مستضيف اللي مستضيفين هم اللي مستضيفين هم هما عايشين معاهم في قطر، علاش ما يهضروش يقولوا لهم كاين التطبيع وتكون هناك شداك. تركيا راه منذ الأزل ومنذ بين دخلت الحلف الأطلسي وهي علاقات عسكرية وذاك مع الكيان، مالهم ما تيهضروش. سوريا سوريا ديك سوريا هما جاوا داروا المجازر من أجل بشار باش يبقى، مال بشار ما عمرو تحرك. الآن ولد عمي غير باش إسرائيل ما تضربش، باش ما تضربش إيران، 6 المليار ديال الدرهم، 6 المليار ديال الدولار اللي خاصهم يعطوها يحطوها ليها غير باش ما تضربهاش. لان كاين الان دوكا الوقت ما غير مناسبه، كاين انتخابات ديال امريكا، ما بغاوش دخل يعني اسرائيل دخول في حرب مع ايران الان نظرا للانتخابات. غيسكتوها ب 6 المليار ديال الدولار، شكون اللي غيعطوها؟ باغيين يعطوها، راه يعطوها هذوك اللي مستضيفون اللي ضياف عندهم، اللي ضياف عندهم هما اللي غيعطوها. حتى ايران ما تعطي من التريال، هادوك اللي قالوا لهم لا ضربتوا ايران غادي ننسحبوا من المفاوضات، هادوك هما اللي غيدفعوا. والاخوانيون درك هادو تدروا استعراض، استعراض العضلات من اجل استفزاز الدولة، زعما كاين يبينوا لها راه عندنا واحد الحجم كبير، راه عندنا القاعدة، عندنا القاعدة، لأن الناس مغيبين ما عارفين حتى حاجة. هذوك راه مغيبين صاحبي، تيمشوا راه تقول لي تلاح في العافية يتلاح فيها، لأنه مغيب، مغيبين. ولاية الفقيه والمرشد الإخواني تيعطوا التعليمات ديالهم، دوك هادو اللي مديرينهم دوك اش دايرين ليهم؟ نقول لك بحال اللجنه العليا، دوك اللجنه العليا تتعطي الخطه اش تخدم، وهادو اللي تينزلوا دوك الميدان هادو هما اللجنه التقنيه. كاينه اللجنه تاني التقنيه اللي كاينين اللي تينزلوا للارض يطبقوها، و من يكملوا يديروا الرابور ديالهم يعطوه اللجنه العليا التقنيه، للجنة التقنية العليا تصيفط اللجنة العليا العليا ديالو أصلا. ودي مشكلة اللي تيمشيو مدفقين، مازال غنكون واحد المباشر، لا بد خصنا نهضرو في هاد الحاجة، مخلوش تيبشخ يدوز. الآن نقول لكم أنا ديال الأطباء تاهما، هذاك ديال الأطباء صافي راه دابا غادي تحل المشكل. كل شيء هاد الهيلاله ديال التعليم ديال العام اللي فات اللي داروا 3 شهور، وهادو اللي دايرين تاني 6 شهور تاني مع 9 شهور، وهادوك اللي كانوا دايرين جابوهم كانوا كلهم تيوجدوهم باش يدوزوا البارح، راه دوزوا اللومه ديالهم في هذيك المسيره. دركا كل شيء غادي يمشي في حالاته، كل شيء غادي يتحل، غيمشيو يدخلوا دابا مؤقتا. يلا دور 120 دوز بخير، مشكل ما كاينش معانا، كاين غا الناطحة ومعاه في السابورة.